لقبت بشاعر آل سعود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. ماذا يعني هذا اللقب لك؟ والله أولا مثل ما ذكرت في قصيدتي لمولاي خادم الحرمين الشريفين، يا خادم البيتين يا زاك الأنساب، ما بين أبوك وبين عم وخالي، يا سيدي لقبتني شيخ الألقاب، شاعركم وسام على الراس غالي أعلى، وسام علقه فوق الأرقاب، وسام من كفك على كل حالي، وسام ذات اللب من ذات الألباب، أغلى من الروح العزيزة ومالي، أبا افتخر به بين ربعي والأصحاب، قل التنيبة يا بعيد المدالي، والذي نزل تبارك والأحزاب الواحد العالي، عزيز الجلالي، إن الشعر ما لذ عندي ولا طاب إلا براس يرفع الروس عالي، للشعر في مجد بنيته مئة باب، مجد رفعنا فوق، مجد رفعنا فوق طول الليالي، مجد بغوها القوم عكفان الأشناب، ولا استولى لك بمر وحالي، يا سيدي من يومك بسن عتاب خدت المراجل واحتميت التوالي، ما قبلك أحد بام فرقه وهو شاب، قول شهوده روس كل الرجال لصاح، صياح المشاكل والانشاب، وتقاطعوها من جنوب وشمالي، يبين في خصم تولاه مضراب، يموت ما حصل من الناس والي. فوسام مولاي خادم الحرمين الشريفين أمد الله بعمره، طبعا كلمة شاعر آل سعود وشاعر آل سعود ومن مولاي شاعرنا يا آل سعود ومن مولاي خادم الحرمين الشريفين، أعتقد أنه أعلى وسام أفتخر به. نعم. وفي الحقيقة شهادة مولاي خادم الحرمين الشريفين تعني لي الشيء الكبير جدا جدا، وتكفيني عن شهادات أخرى بعد. نعم نعم. يعني أنا غني عن شهادات كثيرة غير الشهادة هذه، ولكن ما في شك أنها تقيدني، لأنها عقب الشهادة هذه المفروض أني أحاسب على كل قصيدة أطلعها، لأني حملت مسؤولية، أأمل أو أرجو أن أكون لو عند بعض حسن الظن إن شاء الله.